على مساحة إجمالية قدرها 20 هكتار وتكلفة مالية فاقت مليار دينار جزائري، تدعمت بلدية عين البيضاء بورقلة بسوق الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية. السوق الجديد موجه لتموين ولايات الجنوب الشرقي للوطن. اليوم تشرفنا بتدشين هذا السوق الكبير الذي هو منجز بمعايير دولية، وسيكون أول سوق الجهة والمنطقة الجنوبية الشرقية في المواد الغذائية. والتدشين الثاني والسوق الثاني الجهوي أيضا المواد الخضر والفواكه، ويعتبر أكبر سوق جهوي أيضا في هذه المنطقة. أسواق تجارية أخرى تدعمت بها الولاية تزامنا مع الشهر الفضيل لبيع مختلف السلع الاستهلاكية ضمن عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي. من أجل إقامة فضاءات تجارية بمناسبة شهر رمضان، تم برمجة إقامة 3 فضاءات، واحد في سيدي خويلد اللي راه انطلق وراه يمارس النشاط، بالإضافة إلى هذا الفضاء التجاري اللي تدخل فيه أنشطة متنوعة من أجل البيع الترويجي والبيع بالتخفيض للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى. سوق فضاء تجاري آخر بدائرة حاسم سعد. فتح فضاءات تجارية جديدة إجراء سيسمح للمواطنين باقتناء سلع ومنتجات بأسعار في المتناول بعيدا عن كل أشكال المضاربة، لا سيما خلال الشهر الفضيل.